وكما كتعرفوا هذه يعني تتويج للجهة ككل، بحيث حافظنا على المرتبة الأولى الصعيد الإفريقي، وكذلك التتويج ديال الإبارة بقينا محافظين عليه. يعني التتويج اللي كان ربما كتذكروا أيا أكرجوت من قلميم، وبالتالي هذا كنعتبره تتويج للأطر الإدارية والتربوية ولكل الفاعلين المتدخلين جميعا. كنشكروا الجميع على المجهودات اللي قاموا بها في هذا الإطار هذا، وكنتمنى كذلك من المسؤولين أنهم ياخذوا بيدين هاد الوليدات هادو ديال الفريق الوطني، لأنه هو المستقبل ديال البلد ديالنا، وتكون واحد الاستراتيجية اللي هي أساسية وداعمة للتدريس ديال الرياضيات، وخاصة هذا المجال ديال الأولمبياد. وتحية للمنابر الإعلامية اللي حاضرة لتغطية هذا الحدث هذا، وشكرا جزيلا. كذلك بالنسبة للآباء كنتمنوا أنهم يقتديوا بهاد الوليدات هادو، لأن إلا ما كانش الأسرة راه ما يمكنش، لأن هي الأرضية ديال هاد المنتوج هذا، الا ما كانش الارضيه النبته راه ما يمكنلهاش تنبت، وبالتالي لابد ان الاسره تاخذ بعنايه المسار وتشجع كذلك التدريس، وخاصه تدريس الرياضيات، وما ننساوش كذلك المواد الاخرى اللغات، لان الان دابا راه اللغات الحيه هي اللي ولات، وسيرتو الانجلو ساكسونيه راه خذات يعني تفوق على جميع الاصعده. وما نساوش كذلك، لان راه هذا التدويج هذا راه يعني تداخل ديال مجموعه ديال المسائل، من بيناتهم المواد ديال الفلسفه اللي كتنمي الفكر النقدي وكذا، يعني راه كاين تداخل ديال الجميع، ما نساو حتى شي ماده. ورساله كذلك انه هذا ملتمس للوزاره، انهم يحاولوا يحفزوا، يكون بوادر ديال التحفيز وكذا، لا بالنسبه للتلاميذ ولا بالنسبه للاساتذه ديال ماده الرياضيات، لانهم كيعانيوا الامرين في داخل المنظومه. وشكرا لكم. اولا هنيئا لبلدنا، كما اقول دوما هنيئا لبلدنا، وهنيئا لنا جميعا بوجود هذه الفئه من تلاميذ داخل مدارسنا. هبه كانت من اطيب التلاميذ الذين كانوا في جمعت بين الدراسه، التميز في الدراسه وبين الاخلاق، وهي نموذج يقتدى به. كان لها كلمه، وكانت مجده في كل مراحلها الدراسه، دائمه الحضور، تحترم اوقاتها، تحترم المعلمين والاساتذه، تحترم الزملاء، ومجده ومهتمه بكل ما يوكل لها من مهام. مستواها في الرياضيات منذ أن عرفتها في مستوى الجدة كان مستوى متميزا رائعة، لها إمكانية هائلة في الرياضيات. يكفي أن نعطي لتلامذتنا الفرص، فبداخلهم شحن إيجابية، بداخلهم قدرات وإمكانيات تنتظر فقط فرصة للظهور. أي تلميذ أعطينا فرصة وإلا سيصل.